وخلينا نروح معاكم دلوقتي لزميلنا العزيز كريم بيفرس من أمام معبر رفح، ونتابع معاه آخر التطورات الخاصة بدخول المساعدات الإغاثية والطبية لقطاع غزة عبر معبر رفح. كريم، صباح الخير عليك. ويعني أعتقد كريم دلوقتي حسب ما كنا بنسمع عن الأحوال الجوية، يعني زي ما احنا شايفين مع حضراتكم دلوقتي الصورة، أعتقد الأحوال الجوية صعبة وفي تراب. أعتقد صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. فعلا يعني هنا الأجواء يعني مش في أحسن أحوالها خالص، فعلا في يعني الهواء شديد جدا، يعني يمكن عشان طبيعة المكان كمان الأتربة في كل مكان، فتلاقي فعلا الموضوع صعب شوية. لكن لو رحنا شوية ناحية العريش والبحر بيبقى فيه هواء جامد جدا ولمسة بسيطة كده من البرد، لكن مفيش الأتربة. الأتربة موجودة في الأماكن الصحراوية زي مثلا هنا في رفح، فعلا التراب يعني مع الهواء الشديد شوية خلاص يعني تحولنا لكائنات بيضاء من كتر التراب اللي موجود. لكن طبعا ده ما يمنعش ان احنا برضو هنفضل مستمرين في تغطية دخول الشاحنات المختلفة. النهاردة رابع يوم للهدنة المتفق عليها ما بين طبعا الأطراف، سواء قوات الاحتلال أو حتى الفصائل الفلسطينية وتحديدا حماس. يمكن كان في مساعي مصرية قوية جدا خلال اليومين اللي فاتوا بالشراكة طبعا مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، أنه يضيفوا كمان يومين أو أكثر للهدنة تخفيفا على طبعا الأشقاء في فلسطين، ومحاولة لإيقاف الإبادة الجماعية اللي بتحصل للأشقاء في فلسطين. لكن لسه ما حصلش أي قرارات أو بيانات رسمية تتعلق بمد الهدنة. النهاردة الحقيقة اليوم الرابع وما زالت الشاحنات لسه بتعدي عن طريق بوابة معبر رفح المصرية، بيتم تفتيشها من قوات الاحتلال وبتصل بعد كده لقطاع غزة ليتم توزيعها في الجنوب والوسط. ولكن الشمال كان فيه عرقلة من قوات الاحتلال لدخول الشاحنات، لكن بالأمس وأول أمس فعلا دخل ما يقرب 110 شاحنة لشمال غزة. طبعا مش كافي بالنسبة للقطاع بشكل عام، ولكن النهاردة كمان جزء كبير جدا من 200 شاحنة المتفق عليها دخلت بالفعل من يعني بداية صباح اليوم. عدد كبير جدا من الشاحنات دخلوا، ومن المفترض كمان ان يخش شاحنات للوقود وشاحنات للسولار بشكل عام عشان يتم توزيعهم جوه في قطاع غزة، في انتظار طبعا اكيد الهلال الاحمر الفلسطيني واستلامه او بيانات عن استلامه لهذه الشاحنات. لكن طبعا بتاخد وقت كتير جدا، ممكن تاخد اوقات يعني يوم كامل وممكن يومين عشان تقدر تخش للناحية التانية، بالاضافة طبعا لوجود سيارات الاسعاف في انتظار الفترة اللي تسمح بنقل المصابين من الأشقاء في فلسطين ليتم علاجهم هنا بالفعل في مستشفيات شمال سيناء أو المستشفيات اللي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة. ده بالإضافة لصفقة تبادل الأسرى اللي هتكون الأخيرة النهاردة مفترض عشان يقدروا يكملوا 50 من المحتجزين من يعني الجانب قوات الاحتلال، والناحية الأخرى برضو 13 أسير يوميا عشان تصل في الآخر يعني أو 39 أسير من الفلسطينيين عشان تصل بآخر الصفقة اللي هي 50 مقابل 150، بالرغم أن الفصائل الفلسطينية يعني خرجت أكثر من المتفق عليه في بعض الأحيان بوساطات من دول مختلفة. هنتابع طبعا أكيد استمرار دخول المساعدات ونشوف هل يا ترى هتمتد الهدنة ولا لا. لكن هنا سائقي الشاحنات والمرابطين الحقيقة من الجمعيات المختلفة والتحالف الوطني لسه موجودين عشان يتأكدوا من دخول هذه المساعدات إلى أشقاء في فلسطين. كريم طبعا بنشكرك على كل هذه التفاصيل يعني، ويا ربنا معاك. الحقيقة الجو واضح ان هو صعب، سامعين صوت الهواء وكمان شايفين الرمال والأتربة المثارة حولك. بنشكرك جزيل الشكر ونتمنى ليك طبعا كل السلامة زميلنا العزيز كريم بيبرس من أمام معبر رفح.